السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. عوارض التجهيز بالكهرباء، عزف على أوتار المأساة، والبرلمان يحقق بليلة نسف الأبراج. نسبيا تراجع أسعار صرف الدولار أمام الدينار وتوقعات باستمرار التعافي. حياكم الله، فإن استهداف محطات الكهرباء، العزف على أوتار المأساة والحلقة المتصلة بالمسلسل القديم الجديد، قد توسعت دائرة الشمول من إسقاط الأبراج إلى خفايا النيران، ولتمتد هذه الأفعال من الجنوب وتصل شمال بغداد وتتسبب بإنهيار تام للمنظومة الوطنية. استهداف ممنهج القدرات والإمكانات واستنزاف البنى التحتية فضلاً عما تشمله من رسائل خطرة، فهي تعبث بقطاع يتلامس مباشرة مع حياة المواطن، وهاي السلوكيات هي أشبه بالضرب أسفل الحزام لخلق أزمة تلقي بظلالها على مشهد الإنجازات وصعق الثقة بالنظام السياسي اللي يشهد محاولات إعادة بناء الثقة. أما في ملفنا الثاني لحصاد هذه الليلة مشاهدي الأحبة، فإن تمدد الدولار على مساحة الإصلاح الحكومي لمدة غير قليلة، وعبث أيضا باستقرار أسواق العراق المالية والاقتصادية على حد سواء، تحجمت وانكمشت الارتفاع لمستويات هدمت جزءا من حالة البون بين العملتين المحلية والأجنبية. الإجراءات الحكومية اللي خففت قيود الدخول في مزاد العملة كانت الأبرز وسط توقعات خبراء المال باستمرار هذا الانخفاض، بما يعيد نسبيا للعملة الوطنية التعافي بعد تأثرها بحالة الاستنزاف. ملفي حصادنا لهذه الليلة راح يتمحوران حول أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ عباس الشطري الباحث في شؤون الطاقة والكهرباء. حياك الله أستاذ عباس ضيفا كريما في الأستوديو، وكذلك عبر سكايب السيد كوفنت شرواني الخبير في شؤون الطاقة ينضم معي من أربيل. حياكم الله ضيوفا كرام. قبل أقل من سنتين أستاذ عباس يعني كانت تنشط عمليات استهداف أبراج الطاقة فقط وفي محافظتي صلاح الدين وديالة. اليوم هنالك انتقال في نوعية هذه العملية من خطوط نقل إلى محطات رئيسة، كيف تنظر إلى هذه المضامين؟ شكرا لكم ولقناتكم الكريمة، شكرا لك أستاذ أحمد العنزي ولضيفك الكريم أيضا. الحقيقة نعم، ما تحدثت به أنه قبل سنتين كان هناك استهداف ممنهج لأبراج نقل الطاقة الكهربائية 400 ضغط فائق و 132 ضغط عالي، وحذرنا في وقتها واعتقد في علم من على شاشتكم الحكومه العراقيه في وقتها، ودعانا القوات المسلحه الى التدخل وحمايه هذه الابراج بالتعاون مع شرطه الطاقه والشرطه المحليه، وايضا دعينا المجتمع بعموما ان يحافظ على منظومته الوطنيه لانه ليس هناك بديل لها، يعني هذا ما نملكه وان كان هناك تعثرات في انتاج ونقل وتجهيز الطاقه، لكن هذه المنظومه هي تابعه للشعب العراقي وعليها ان يحافظ عليها. يمكن في تلك اللحظة ازدادت لأكثر من أسبوعين عمليات الاستهداف، لكن توقفت بعد أن قامت القوى الأمنية بمحاصرة كل البؤر التي تتحرك باتجاه تفجير هذه الأبراج، وانتهى هذا المسلسل. والسنة التي عقبته لم تحصل أي أمور من هذا القبيل، لكن الآن أعتقد هو جاء في وقت جدا حرج وربما مقصود، يعني مقصود بشكل آخر، يعني مقصود بشكل سياسي، انه احراج الحكومه العراقيه في فتره جدا صعبه هي فتره الذروه، وايضا في فتره عاشوراء تعرف ثلثي الشعب العراقي يحتفل ويؤبن استشهاد سيدنا الحسين عليه السلام في هذه الايام، والناس تتجه الى كربلاء واغلب يعني العراقيين يكونون هناك، وبالتالي
حتى تكون هناك ربما حتى العاملين في قطاع الطاقة ربما الكثير منهم يذهب إلى زيارة عاشوراء، وبالتالي ممكن يحصل خرق هنا وهناك، وفعلا حصل خرق لهذه المنظومة، وعليه يعني هذا إعطاء رسالة على أنه إحراج الحكومة العراقية وإحراجها أمام الجمهور الشيعي الذي جاء بها إلى الحكم، وبالتالي إظهارها بمظهر أنه عاجزة وغير قادرة على حماية منظومة الطاقة الوطنية، وهذا دليل على أنها غير قادرة على حماية الشعب العراقي، وهذا خطأ. بالعكس الحكومة ربما ننتقدها كثيرا، لكن حقيقة تجلب التعاطف الآن ونكون داعمين لها، لأنه فعلا الاستهداف ممنهج لهذه الأمور وهذه الأشياء التي هي أساس عمل الحكومة ويريد إظهارها بشكل سلبي، نحن بالضد منه. يفترض أنه نعزز قدرة الحكومة وندعمها في هذا الاتجاه لغرض المحافظة أولا على المنظومة الوطنية، لأنه المنظومة وصل إنتاجها 26 ألف ميجاوات مع المستورد، وبالتالي نريد أن نبني على هذا الأساس، لأنه دائما نقول نحن كباحثين في شؤون الطاقة أنه العراق يحتاج إلى 32 ألف ميجاوات، يعني 6000 ميجاوات المتبقية التي يمكن إنتاجها عبر الدورة المركبة، وهذا ما عزمت عليه الحكومة. فلذلك يعني جهودنا داعمة في هذا الاتجاه، وإن انتقدناها وننتقدها طبعا إذا ما صارت هناك أماكن خلل، لكن الآن مع طبعا بالتأكيد هذا الاستهداف هو واضح لغرض إحراج الحكومة، وأيضا لإظهار أو يعني إظهار أنه يعني الحكومة غير ممتلكاتها الوطنية، وفي نفس الوقت يحاول إظهار أنه الشعب العراقي بعيد عن حماية ممتلكاته ووضعه ومنظومته الوطنية وأيضا حتى بنيته الاقتصادية والاجتماعية، وهذا خطأ كبير. لا بالعكس، الشعب متوثب، ويمكن الدفع، يمكن هذه الأيام هي أيام حزن حقيقية، لكنها تدفع الناس إلى أن تكون أكثر نباهة وتشددا في متابعة البوار الإرهابية. طيب. ومحاولة ثنيها عن أعمالها. أستاذ عباس، نعم، هذا ما تفضلت به أعكس على سيد شرواني. أستاذ كوفند، يعني في السابق كانت عصابات إرهابية هي المسؤولة والمتبنية لهذه الأفعال، لكن اليوم لمن تشير أصابع الاتهام، وقد في كثير من المناطق أو في جميع المناطق استتب الأمن والقوات الأمنية مسيطرة، الحكومة بدأت بصفحة الخدمات. تحياتي لقناتكم قناة الأيام ومشاهدين الكرام ولضيفك الأستاذ عباس، حياكم. نلاحظ أن مثل هذه العمليات الإرهابية، أنا أسميها إرهابية وتخريبية، تحصل عادة في مناطق الرخوة الأمنية التي تحررت منذ فترة وجيزة من براثن الإرهاب، لكن يبدو هناك خلايا متفرقة، قد تكون هنا هناك في سبات أو نائمة تستنتهز هذه الفرص للقيام بهذا التخريب، وربما وجدت لها حاضنة في بعض الفصائل الغير المضبطة، هذا شيء غير مؤكد، لكن بالتأكيد هذه كما أضيف لما ذكرها الأستاذ عباس هي تستهدف إحراج الحكومة وتستهدف الشعب العراقي في فصل وفي فترة حرجة جداً، الحرارة مرتفعة، الكهرباء متردية خدماتها، وأصلاً هناك عوارض كثيرة بسبب المناخ بالكهرباء، فاستهداف هذه الأبراج خاصة أبراج اليوم، أيضاً وزارة الداخلية أعلنت عن إقفال حوالي 15 عبوة أخرى كانت تستهدف نفس الأبراج الناقلة للطاقة في محافظة صلاح الدين، هذا يعني أن هذه الجهات الإرهابية هي مصممة على إيذاء الشعب العراقي، ومصممة أيضاً على إحراج هذه الحكومة وإظهار جهودها في معالجة أزمة الطاقة كأنما هي لا جدوى منها أو لا فائدة منها. طيب، هذا الموضوع ينطبق على محطات المنطقة الشمالية أستاذ كوفند، ماذا عما حدث في البصرة وجميلة؟ نعم، ما حدث في البصرة وجميلة، وزارة الكهرباء شكلت لجان تحقيقية للتأكد من هل هو عارض طبيعي أم سبب ارتفاع الحرارة أم هناك تقصير أو إهمال أو جانب تخريبي. لحد الآن لا توجد أي مؤشرات على وجود آثار تخريبية في محطة البصرة التحويلية وكذلك في محطة مدينة الصدر في بغداد، لكن المهم والإيجابي أن وزارة الكهرباء تمكنت من معالجة وتدارك العطلات بشكل سريع، و أوصلت الطاقة الكهربائية إلى الجهات الحساسة، دوائر الدولة، المستشفيات، المراكز الصحية وغيرها، وهذا الأمر إيجابي.
خلال 24 ساعة تمت معالجتها، وهذا شيء يشكر عليه، نعم. يشكر عليه فرق أما محطات وزارة المنطقة الكهرباء. الشمالية أستاذ كوفند، المنطقة الشمالية طبعا الإرهاب لا هوية له، ولحد الآن باستثناء بعض المناطق في كركوك ومحافظة صلاح الدين، هذه مثل ما ذكرنا مناطق رخوة أمنيا وممكن لهذه الفصائل الإرهابية أن تتحرك بحرية، ليس فقط استهداف أبراج الطاقة التي لم تحصل منذ مدة طويلة، لكن بدأت تستهدف نقاط وتجمعات القوى الأمنية وقوى الجيش وغيرها. طيب أستاذ عباس، يعني تزامنية هاي الأحداث، الفارق بيناتهم هو ساعات قليلة، هل يعطي مؤشر أن هذه الحوادث عمدية أم أنها صدفة زمانية؟ لا، هو بالحقيقة موضوعة الاستهداف بؤر الإرهابية لأبراج نقل الطاقة، بالتأكيد هذا تزامن، وهناك ربما اتفاق بين الجهات الإرهابية على التصعيد في هذه الفترة لإحراج الحكومة، وأيضا تعرف احنا وضع العراق الآن خصوصا المناطق الوسطى والجنوبية تعاني كثيرا من ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الاستهلاك، وبالتالي إحراج الحكومة بأنه لا تستطيع تجهيز المواطن بالطاقة الكهربائية التي نوهت قبل أيام أنها عادت إلى طبيعتها بعد انتهاء مشكلة توريد الغاز الإيراني بالاتفاق رئيس الوزراء مع الجانب الإيراني حول قضية تبادل النفط الأسود بالغاز الإيراني، وبالتالي هذه حلت المشكلة الرئيسية التي سلطت عليها الأضواء، وحتى أصبحت هناك استهداف سياسي إيران باعتبارها لا تورد العراق، لكن هذا الموضوع هو حل تمام الحكومة، وأثبت الجانب الإيراني أنه حسن النية في هذا الاتجاه، وبالتالي انتقل الموضوع إلى أكثر يعني استهداف آخر، وهو قضية أنه استهداف الأبراج نقل الطاقة. هذا طبعا بالتأكيد هناك تزامنات معينة، وهذه البؤر الإرهابية باتفاق ولديها اتصالات ولديها أيضا خطة عمل بهذا الاتجاه لإحراج العراق وإحراج الحكومة العراقية في هذه الفترة. أما قضية الأخرى في المناطق البصرة وجميلة، أعتقد الحكومة العراقية وزارة الكهرباء حسنا فعلت، سيد وزير الكهرباء يعني فهم الأمر على أنه قد لا يكون هناك يعني استهداف، ولكن هناك ربما أخطاء فنية، ولذلك استعجل في تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة الحقيقة في هذا الاتجاه، لأنه الاستقرار الواضح في منظومتنا الوطنية في الجنوب والسيطرة الوطنية متمكنة من معالجة كل الأحداث التي يمكن أن تحصل ويمكن فصل المنظومة، فهذا اللي حصل شداون وأثر على المنظومة ككل، ربما هناك خطأ فني أو ربما هناك فالشيء لقد لا نعلم، ليست لدينا معلومات محدده، لكن اللجنه التحقيقيه ستضع النقاط على الحروف، وبالتالي ستحاسب هؤلاء اذا ما كان هناك اخطاء فنيه او معالجتها في المستقبل. هنا اختلاف يعني، لكن التزامن بين هذا الحدثين وزياره عاشوراء هذا اللي هو يعني كان في البال، يعني الان العراق متوجه الى اهم حدث يعني سنوي يحصل، وهو قضية استشهاد الإمام الحسين. لماذا يكون هذا هذه الأعمال تحصل في هذه الفترة وتحرج الحكومة وتحرج وزارة الكهرباء؟ إذا هذا هو أكيد وزارة الكهرباء مضيت في موضوعات التحقيق والتحقيق السريع، لا هذا ليس تحقيقا يعني يأخذ أيام ولا خلال 24 48 ساعة 72 ساعة، لا يمكن أقصى شيء 5 أيام لمعرفة الحقيقة. فإذا كان موضوع يعني خطأ فني بالتأكيد ستكون الوزارة في المستقبل تتدارك هذا الأمر، لكن إذا ما كان هناك نية مبيتة بالتأكيد سيحاسب المقصر. وفي نفس الوقت موضوع الجميلة اللي هي محطة قدرة تختلف عن محطة ال 132 التي البكر في البصرة، هنا اختلاف يعني، ربما الحريق اللي حصل أيضا سيكون فيه تحقيق، ربما سبب ارتفاع الأحمال العالية، ربما هناك عدم تصريف هذه الأحمال، كل هذا ممكن القضايا الفنية تحصل في موضوعات محطة جميلة، وبالتالي أيضا الوزارة شكلت لجنة تحقيقية في هذا الأمر. لكن الشيء الجيد أنه يعني استطاعت وزارة الكهرباء الحفاظ على المنظومة، صحيح هو حصل شت داون، لكن هذا الشت داون هو حصل نتيجة أنه منظمة يعني السيطرة الوطنية هي قادرة على أطفاء كل المحطات في لحظة معينة لحمايتها مما يحصل عليها من يعني من إشكالات قد تتسبب في إيقاف المنظومة، وبالتالي هذا يحتاج إلى جهد 24 48 ساعة، وأعتقد المحطات عادت تباعاً، يعني يمكن الان وصل الانتاج الى 21000 ميجا واط، هذا معناه انه المحطات استرجعت قدراتها طيب. ولم يتبقى الا القليل. طيب استاذ كوفن، منظومه الكهرباء كما هو معروف تعتمد على 3 ركائز، هي الانتاج والنقل والتوزيع. احنا نحتاج الى طرق غير كلاسيكيه في هذه العمليات حتى نتفادى هكذا ضربات.
نعم، جهود وزارة الكهرباء في السنوات الأخيرة كانت مصبة على تطوير الجزء الأول اللي ذكرته هو محطات التوليد. حقيقة احنا عندنا عجز كبير في الطاقة التوليدية. احنا عندنا حاجة تتجاوز 35 ألف ميجا، لكن الإنتاج إنتاج التصميم 24 ألف ميجا. هذا معناه أنه عندنا عجز 11 ألف ميجا وات. هذه 11 ألف ميجا وات تتضاعف أو تزداد قد ما يكون أكو خلل في النقل والتوزيع. طبعا النقل والتوزيع كمنظومة أيضا تحتاج إلى تأهيل وتحديث، وليس فقط محطات الطاقة الرئيسية. فإحنا عندنا ضائعات في القدرات المنتجة من المحطات الكهربائية أثناء هذه النقل والتوزيع، وبالتالي ما يصل منها سيكون قليل للمستهلكين، وهذا العجز اللي هو 11 ألف ميجا سيكون أكثر. إضافة إلى هناك عجز آخر حتى في فقرة الجباية. للأسف وزارة الكهرباء لا تستطيع جباية 100% من الطاقة المجهزة بسبب التجاوزات على الشبكة، بسبب الامتناع عن الدفع، حتى بعض المؤسسات الحكومية لا تدفع استحقاقاتها من الطاقة الكهربائية. فتراجع إيرادات وزارة الكهرباء بالتأكيد سيأثر على أعمالها. الفكرة طيب. شنو؟ أنه المفاصل الثلاثة الأساسية في المنظومة الكهربائية، التوليد والنقل والتوزيع، كلها تحتاج إلى تحديث في الوقت ذلك، الوقت نفسه. والأهم قبل كل شيء، نتكلم على أول جزء اللي هو منظومة التوليد. إنشاء محطات جديدة أو تأهيل المحطات الحالية يستوجب قبل كل شيء توفير أو تأمين الوقود اللازم لها. طيب. هنا تكمن أهمية التنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط، لأن وزارة النفط هي اللي قادرة على توفير الوقود، سواء الغازويل أو النفط الثقيل أو الغاز. والغاز هو الفقرة الأهم، لأنه أهم أنواع الوقود لمحطات الطاقة الكهربائية. طيب أستاذ كوفند، يعني العراق له مشاريع ربط مستقبلية مع مصر والخليج، والأمر مرشح أيضا لتكرار هكذا عمليات. وأيضا حضرتك تحدثت عن الضائعات، هذا الربط البعيد كم به من ضائعات وتحديات الحماية لهذه النواقل. نعم، حسب تصريح لوزارة الكهرباء ضائعات تتجاوز 20% وحتى إلى 25%. هذا تصريح الوزارة. مشاريع الربط أيضا لها دور في تخفيف النقص أو العجز في الطاقة الكهربائية المجهزة. لكن إذا نرجع للأرقام، الربط الآن مع الأردن يجهز في مرحلة أولى 500 ميجا، وممكن يرتفع إلى سنة إلى 1000 ميجا. وكذلك الربط الخليجي عبر البصرة يبدأ ب 500 ويرتفع بعدها إلى 1000 وأكثر. حتى إذا نجمع هذه الأرقام، هذه لا تشكل أكثر من 10 و15% من العجز الموجود. نحن نحتاج إلى ربط كفو وبقدرات أكبر، وفي نفس الوقت أن نعمل على مشاريع تطوير المنظومة الحالية، وفوق كل ذلك أهم شيء مشاريع استثمار الغاز الطبيعي الذي سيوفر الوقود الأمثل لمحطات الطاقة الكهربائية. وبالتالي ممكن نوصل كما تحدث السيد رئيس الوزراء خلال 3 أو 5 سنوات إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي. طيب. الذي هو مهم جدا كوقود لمحطات الطاقة الكهربائية، طبعا. طيب. ليس كلها. أستاذ عباس، الحكومة العراقية أبرمت اتفاق مع إيران لتزويد المحطات بمحطات الوقود بالغاز، وشهدت البلاد أيضا تحسن ملحوظ في ساعات التجهيز. أكو برأيك من يريد أن يلتف ويبتكر طرق احتيال على المنظومة الوطنية، بمعنى أنه يريد لي ذراع الحكومة؟ ربما هذا يحصل، لكنه بشكل قليل، لأنه هو تفاهم مع الجمهورية الإسلامية، تفاهم قديم، بأن تزود المحطات الجديدة في المنصورية ومحطات البصرة بالغاز الإيراني. وهو أيضا بالمناسبة هذا الاتفاق ليس دائمي، كان يعني هو فقط لفترة محدودة تصل فيه المنظومة الوطنية إلى تغيير اتجاهات الإنتاج، بحيث تتجاوز البناء المحطات إلى طريقة الكومباين سايكل، وهي يعني الدورات المركبة التي ممكن إنتاج الكهرباء عبر الحرارة المنبعثة من المحطات الغازية. لكن هذا الأمر استمر، لأنه صراحة يعني ها بالمناسبة كان يفترض هالشكل، إذا ما استطاعت وزارة النفط على خلال 5 سنوات أن تنتج
الغاز المصاحب والغاز الطبيعي بما يكفي للمحطات الجديدة، لكن وزارة النفط تلكعت في هذا الاتجاه لأسباب مختلفة، بعضها قضايا فنية، بعضها إدارية، بعضها مالية، وبعضها ربما حتى الجانب السياسي ربما يؤثر. لكن اضطر العراق إلى أنه يستمر في توريد الغاز الإيراني، وإيران أيضا تعاني من هذا الموضوع. يعني هي حقيقة لما تورد لنا كميات تصل إلى 5000-6000 ميجا وات تغذي محطاتنا، يعني كميات ملايين مقمق اللي تغذي هذه المحطات، هي أيضا يعني هي حتى أنا عدة جلسات حضرت مع سفراء إيرانيين قالوا نحن بحاجة إلى هذا الغاز لكن مضطرين لتوريده العراق. هناك جهات عليا في الجمهورية الإسلامية تقول ساعدوا العراق في هذا الاتجاه، لكن احنا حقيقة لا نستطيع الاستمرار في هذا السنوات الطويلة، لأن أيضا إيران تعاني من قضية الغاز باعتبارها تمد أنابيب الغاز إلى أبعد قرية في من قرى إيران بحكم عملية التنمية، وأيضا يعني قضية المناخ وقضية الجفاف اللي يحصل هو كلها تحتاجه. أوكي، نحن الآن أعتقد حلت مشكلة مع إيران ووردت هذا الغاز، إذا ما صار طبعا هذا أكيد هم تأثيرات سياسية أخرى للأمريكان وعقوباتهم الدولية، العقوبة الأمريكية، العقوبات الأمريكية على إيران تحد من هذا الموضوع وتسبب لنا مشاكل حتى سياسية مع إيران في كل فترة، يعني يريدون مستحقاتهم تعطل الولايات المتحدة ذلك. تقوم وزارة الكهرباء بدفع هذه الأموال لبنك التي في آي، مصرف التي في آي، لكنه لا يستطيع إرسالها بحكم العقوبات الأمريكية. ثم تلجأ الحكومة الأمريكية لفترة السماح 3 أشهر، وهذه 3 أشهر لا يستطيع العراق حتى تقود فترة السماح، لكن تعاني من قضايا التحويل المالي. طيب هذه الأشياء كلها على الأمن الوقائي لو سمحت لي، يعني نحتاج لمواجهة تكرار مثل هاي الأفعال سواء في العوارض الفنية أو حتى الأمنية. الحقيقة قضية الاستهداف الأمني وهذا طبعا بالتأكيد الحكومة تنبهت له كثيرا، ولذلك العمليات أصبحت محدودة، يعني شفت العملية لم تكن كبيرة كما حصلت قبل سنتين، لأنه أعتقد حكومة السيد السوداني متنبه هذا الاتجاه، وهناك مستشارين لربما يوضحون الحقائق أمام رئيس الوزراء ليكون أكثر دقة في يعني تبليغ الأجهزة الأمنية بالحفاظ على المنظومة، خاصة في فترة الذروة لأنها تخلق مشكلة سياسية، قد تحصل هناك تظاهرات أو هزة اجتماعية تؤثر على عمل الحكومة، وبالتالي الحكومة متنبه هذا الاتجاه. لكن في القضايا الأمنية، لكن أكو قضايا أخرى، هي أنه يجب أن تلجأ الحكومة إلى دعم الوزارة، على الأقل هسه احنا الوزارة يوميا ننتقدها، لكن أحيانا بعض يعني قضايا يحتاج أن يفهمها المواطن. تحديث شبكة التوزيع وتحديث الخطوط الناقلة يعني شيء جدا ضروري ومهم لنقل هذه الأحمال. أنت الآن من توصل 26,000 ميجا وات وعندك خطوط 400 ضغط فائق و 132 تنقل هذه الكمية لمسافات طويلة، وطبعا تحصل هناك بعض الضياعات، وفي نفس الوقت شبكة التوزيع التي فيها ضياعات بسبب أنه تجاوز المواطنين وتغذية تبادل التغذية اللي تحصل بسبب هذه المحلة تأخذ من هذه المحلة الأخرى كلها بالتأثير، وقضية الجباية أيضا تؤثر. هذا كله في يجب أن تكون الحكومة قرارات قوية وجريئة في معالجة هذه الملفات حتى تكون هناك على الأقل لما تصل 26,000 ميجاوات وتبني عليها أنها ممكن تصل إلى 30,000 ميجاوات قد حققت خطوة ضرورية ومهمة تستطيع البناء عليها إذا ما تقدم العراق بشكل نحو الاتجاه الصناعي والزراعي المتطور. قد نحتاج إلى أحمال أكثر، وبالتالي المنظومة الوطنية قد تكون جاهزة. يعني أعتقد نوايا حكومة السوداني جيدة في هذا الاتجاه، لكن أيضا تحتاج إلى تنبيه مستشارين فنيين جيدين يوصلون رسالة واضحة للسيد رئيس الوزراء واللجان المختصة في هذا الاتجاه على أن نبني منظومة وطنية، أو على الأقل نطور هذه المنظومة نحو الاتجاه الصحيح حتى لا تحصل هذه المشاكل الفنية في المستقبل. نعم أستاذ كوفند، يعني وزارة الكهرباء وأيضا لجنة الكهرباء النيابية شكلوا لجنة تحقيقية، أريد نعرف مدى أن تضع هذه الجهود الأمور في نصابها الصحيح سواء من الجهة الأمنية أو الجهة السياسية أو حتى الجهة الخدمية اللي تخصص حضرتك، كما يبدو أن الملف ملف الاستهداف هو حمال أوجه. حتى بدون العوارض اللي تحصل والحوادث الإرهابية نحن عندنا أزمة قائمة موروثة ورثتها الحكومة الحالية من الحكومات السابقة في قطاع الكهرباء. طبعا من المهم أن نعرف حقيقة هذه الحوادث، هل هي عوارض طبيعية بسبب ارتفاع الحرارة وغيرها، أم بها جزء إجرامي أو تخريبي. لكن في نفس الوقت مثل ما ذكرنا احنا عندنا نواقص كبيرة في منظومة الكهرباء، عندنا خلل كبير، لكن المواطن الاعتيادي يلاحظ بشكل واضح ان حكومة السوداني
جادة في هذا المجال وخطت خطوات واضحة في مجالات التطوير، وحتى السيد وزير الكهرباء له متابعات ميدانية مستمرة. لكن المهمة وليست سهلة، خاصة هذه المشكلة هي موروثة. لكن حسنا فعلت وزارة الكهرباء بالتنسيق مع النفط في مسألة توفير وتأمين الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي أحب أعرج على بعض النقاط فيها. العراق دولة غنية بالغاز الطبيعي، عندنا احتياطات تتجاوز 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، لكن للأسف نحرق كميات كبيرة من الحقول النفطية، حوالي 1600 مليون قدم مكعب يوميا نحرق، ونستورد كمية مماثلة منها من هذا الغاز الذي ينحرق من إيران على سبيل المثال. فلو كان هناك معالجات سريعة منذ سنوات عدة في مجال عزل الغاز من النفط والاستفادة منها كمصدر مهم للطاقة، كان الآن اكتفينا وقدرنا نحول حتى المحطات الحالية القديمة ممكن تحويل لتعمل بالغاز الطبيعي الذي هو أكثر كفاءة وأقل كلفة وأقل تلويثا، وهو ثروة موجودة. لكن نذكر فقط بعض الجوانب الإيجابية الأخرى. وزارة النفط أيضا تعاقدت مع شركات إماراتية لإنشاء محطات للطاقة النظيفة، الطاقة الشمسية نقصد، بسعة 1000 ميجا كبداية. طبعا هذه ما تستغرق وقت طويلا، والوقود لها متوفر، ولكن البدايات عندنا هي متأخرة، لكن توجد بعض الخطوات الإيجابية في هذا المجال. المهم قبل لإنجاح هذه المشاريع أن يكون هناك تنسيق على مستوى رفيع بين الكهرباء والنفط كوزارتين. مو النفط تتعاقد على محطات الطاقة الشمسية وبعدين توضع في المكان الغير مناسب أو لا يحظى بأولوية أو فيها بعض الإشكالات في جانب التعشيق مع الشبكة الوطنية. أشكرك شكرا جزيلا سيد كوفن شيرواني الخبير في شؤون الطاقة، حدثتنا عبر سكايب من أربيل، والشكر الموصول لحضرتك الأستاذ عباس الشطري الباحث في شؤون الطاقة والكهرباء ضيفا كريما في الأستوديو. نتواصل إياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبة، ارحب بضيفي الكريمين في الاستوديو الاستاذ مهند جواد عضو مركز الهدف التحليل السياسي، حياكم الله، وكذلك الاستاذ جليل اللامي الخبير المالي والاقتصادي، اهلا ومرحبا. استاذ مهند، يعني بعد القفزة الكبيرة في اسعار الدولار مقابل الدينار واللي كادت ان تلامس 160 الف لكل دينار لكل 100 دولار، عاد سعر الصرف ل 150 الف دينار، انخفاض كبير وغير تدريجي نوعا ما، ونتحدث عن تصريحات السفيرة، خلينا نربطها بناحية سياسية. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولجميع المشاهدين الكرام. كل المشاكل التي تجري في العراق بالتحليل النهائي نجد أنه جذر المشكلة والأس الذي يخلق كل المشاكل هي الولايات المتحدة الأمريكية. هناك هيمنة على الاقتصاد العراقي بشكل كبير، وهذه الهيمنة واضحة أنه من خلال فرض العقوبات من قبل الفيدرالي بالمقابل التدخل المباشر من قبل السفيرة الأمريكية في شؤون الوزارات كأنها هي وصية على الوزارات، تلتقي بالوزراء والمسؤولين، تحاول الدخول في كل مشكلة موجودة في العراق، قضية الكهرباء وأزمة الكهرباء، كل الملفات الموجودة. نجد بالتحليل النهائي أنه الولايات المتحدة الأمريكية لها يد ويد مخربة بشكل كبير. حتى قضية أزمة الدولار حاولت السفيرة أن تتنصل عن هذه المشكلة، أنه تقول أنه هو هذا إجراء من قبل البنك المركزي العراقي، أنه أرادوا أن يأخذوا يعني إجراءات استباقية حتى لا يكون هناك انهيار في العملة، ولا نعلم ما هي حقيقة هذه المشاكل التي تجري داخل المشهد الاقتصادي وكيف تسير. ولكن الواضح أنه العامل السياسي والضغط على الإرادة السياسية ومن أجل توجيه الحكومة العراقية
باتجاه المحور الأمريكي، هذا شيء واضح. لذلك هناك تجاذبات سياسية داخل العراق، أنه بين من يريد أن ينفتح على الولايات المتحدة الأمريكية وأن يسلم لها زمام الأمور حتى يستتب الوضع السياسي والاقتصادي، وبينما يحاول أنه يعني يخرج العراق من هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كان هذا صعب ولكنه ممكن، حتى ولو أنه العراق يستطيع أن يدير ملفاته الأمنية والاقتصادية والسياسية بشكل منعزل عن الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو يعني مطلب الكثير من القوى السياسية التي ترى أنه الولايات المتحدة الأمريكية تشكل خطر كبير على السياسة العراقية. طيب، الإجراءات الحكومية بعد تجديد اتحاب حضرتك أستاذ جليل اللي وجه بها رئيس الوزراء البنك المركزي بتطبيقها وتوجيه 160 كانت تأخذ حصصها الأسبوعية من المصارف المعاقبة إلى مصارف أخرى، هل يعد توفير سيولة شراء الدولار سبب رئيس لتعزيز قيمة الدينار برأيك؟ شكراتكم الكريمة وشكرا على الاستضافة. حزمة الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة العراقية بالتشاور مع البنك المركزي العراقي أو البنك المركزي العراقي بالتشاور مع الحكومة العراقية من أجل السيطرة على الصعود الكبير للدولار في السوق الموازي، حقيقة الإجراءات الحكومية كلها منذ يوم 20/7 وإلى يومنا هذا كلها محاولة من أجل توفير الدولار الأمريكي في السوق الموازي من أجل السيطرة على السوق الموازي، لأن حضرتك تعرف والمتابع للشأن الاقتصادي بأن كل الارتفاعات التي حصلت في الأسواق التجارية بسبب كثرة الطلب في السوق الموازي. الحكومة العراقية حاولت من خلال أولا السماح لصغار التجار بتمويل تجارتهم الخارجية من خلال المصارف الحكومية والمصارف المجازة دون الحاجة إلى شركات تجارية مسمات باسمهم ومسجلة في وزارة التجارة، هذا أولا. السماح إلى شركات بالتحديد صنف أي الدخول في عملية التبادل النقدي في نافذة بيع العملة، والتي عددها حضرتك تفضلت بها 166 شركة من صنف أي، يعني هي ناتج دمج مجموعة من الشركات. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، حاولت الحكومة العراقية من خلال تخفيف الضرائب وإجراءات المنافذ الحدودية، كل هذه العملية من أجل التخفيف على طلب الدولار في السوق الموازي. أعتقد هذه الخطوة وإن كانت ليس بالمستوى المطلوب، لكنها حققت نوعا ما من محاولة السيطرة خلال الأسبوع الماضي على سعر الصرف وانخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار. لكن الآن حضرتك تعرف والمتابع للشأن الاقتصادي بعد المكالمة الهاتفية ما بين الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي العراقي تغيرت الأمور ورمت الكرة في ساحة البنك المركزي العراقي، وأعتقد سنشهد نزول أكبر خلال الأسبوع هذا القادم، يعني بكرة أثناء الدوام الرسمي للمؤسسات والدوائر الحكومية. بالإضافة إلى ذلك أعتقد بأن هناك حزمة إصلاحات أخرى ستخفض من قيمة الدينار العراقي على المستوى المتوسط، يعني خلال خلينا نقول الشهر أو شهر ونص القادم. نعم. طيب أستاذ مهند، يعني أكو إجراءات أخرى يعني منها تخفيف الضرائب على دخول مزاد العملة، برأيك شو راح يؤدي هذا القرار إلى استقرار أكثر في الأسعار، وشنو توقعات وصول سعر الصرف اللي نوه إلها الأستاذ اللامي باعتبار أنه باكر يستأنف الدوام الرسمي ويتوقع أكو نزول؟ نعم، لابد أن تكون هناك أكثر من معالجة لهذه المسألة، لأن إذا بقى الاقتصاد العراقي بين صعود ونزول وعلى هذه الوتيرة مربكة سوف تكون أزمات، ولكن أنظر إليها من جانب سياسي إنها إشارات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على أساس أنه لابد أن تخضع الإرادة السياسية العراقية لإرادة الولايات المتحدة الأمريكية، فلابد أن يكون هناك أكثر من معالجة. هناك مشكلة موجودة في طبيعة النظام الموجود الاقتصادي والمالي والمنصة الموجودة، كل هذه تربك العمل، لأن هناك اقتصاد وهناك ديون وهناك استيراد، ولابد أن يكون هذا الموضوع متيسر للتجار إن كانوا صغار أو كبار، لابد أن تكون هناك يعني سيولة موجودة ويكون هناك يسر في نقل الأموال.
ولكن المشكلة الأساسية أنه البيروقراطية الموجودة وهناك بعض المصارف وبعض الجهات هي مهيمنة على قضية الاقتصاد، لذلك يوجد هناك إرباك. بالمقابل هناك لأنه الدولار يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا لابد أن يخرج الدولار من العراق، فخروج الدولار من العراق ودخوله إلى العراق يسبب مشكلة للعراق. فالاقتصاد العراقي مربك لأنه لا يمتلك القرار الكامل اقتصاديا، بالمقابل هناك بيروقراطية يعني تقتل كل الأعمال وتؤخر كل الأعمال، لذلك يحاولون التجار أنه يلتفون على هذه البيروقراطية من أجل تسيير الأعمال. لابد أن يكون هناك إجراءات موازية من قبل الحكومة تحلحل الأزمة من كل الجهات، من جهة تسير عمليات الاقتصاد للتجار، ومن جهة ثانية تحاول ضبط العمليات البيروقراطية للدولة. طيب، جزء من حالة الارتفاع في أسعار صرف الدولار يعني قبالة الدينار هي العقوبات الأمريكية أستاذ جليل، اللي فرضت على عدد من المصارف العراقية، لكن هناك تناقض بين الفيدرال الأمريكي اللي فرض هذه العقوبات وبين الخارجية الأمريكية، وعلى لسان سفيرة الولايات المتحدة في بغداد اللي نفت هذه العقوبات عبر تغريدة لها. سيدي الفاضل، هي مو السفيرة الأمريكية فقط نفت هذه العقوبات، وإنما الاحتياط البنك الفيدرالي الأمريكي هو نفسه خلال المكالمة الهاتفية مع رئاسة البنك المركزي العراقي أكد بأنه لا توجد هناك عقوبات. البنك المركزي العراقي برر بأن كان هناك مسبقا تحذير لتلك المصارف من قبل الفيدرالي الأمريكي والخزانة الأمريكية بأن عدد من المصارف العراقية معرضة للعقوبات بسبب لديها عدد من المخالفات. نحن كاقتصاديين وكمراقبين للشأن الاقتصادي تعجبنا كل العجب من هذه الخطوة، لأنه التبرير العقوبات تكلموا عن أن هناك مخالفات لتلك المصارف تمت في عام 2022، يعني في زمن حكومة الكاظمي. طيب، ما هذه الحوالات كلها كانت تجري من خلال المنصة الإلكترونية، والمنصة الإلكترونية الكل تعلم بأنها تتبع 16 خطوة إلى أن تصل للمستفيد الأخير من الدولار الواحد. فعندما تمت عملية التحويل بأنها كانت مطابقة للمواصفات ومطابقة للشروط وتعليمات مؤسسة بافاك العالمية، إذن أين الخلل؟ الخلل كان يا إما في البنك الفيدرالي الأمريكي أو في البنك المركزي العراقي. البنك المركزي العراقي حقيقة تصريحه الأخير يعني بمعنى اتخذ خطوة أو ضربة استباقية قبل أن يتصرف الفيدرالي الأمريكي بمعاقبة هذه المصارف، أو عفوا منعها، هو لا يستطيع معاقبتها وإنما منعها بالتعامل بالدولار الأمريكي حتى لا يجر هذا الموضوع تبعات وعقبات على البنك المركزي العراقي والمصارف التجارية الأخرى. اتخذ هذه الخطوة الاستباقية من أجل حماية النظام المصرفي في العراق. الآن يعني بما فيهم المتكلم، يعني أتعجب كل العجب، هل تكون هذه الخطوة الاستباقية على حساب النظام المصرفي في العراق؟ يعني لولا هذه الخطوة التي بادرت بها السفيرة الأمريكية لكان سعر الصرف يمكن خلال الأسبوع الحالي أو الأسبوع القادم نصل إلى 1800 أو 1900 دينار للدولار الواحد. إذن هناك خربطة في إجراءات الحكومية، وخاصة الخطوات التي تتبعها، الخطوات الإصلاحية أقصد، التي يتبعها البنك المركزي العراقي. حقيقة يجب أن تكون هناك إعادة نظر في القرارات والقوانين التي يصدرها البنك المركزي العراقي، لأنه خلال هذه الخطوة وبسبب هذه الخطوة العراق خسر ما لا يقل خلال هذه العشرة أيام ما لا يقل عن 60 أو 70 مليون دولار بحسب إحصائية البنك المركزي العراقي، لأنه بخروج هذه المصارف سيخسر البنك المركزي العراقي بحدود 180 مليون دولار، فإذا قسمناها على ثلاث أثلاث فبحدود 60 أو 70 مليون دولار سيخسر البنك المركزي العراقي أو النظام المصرفي في العراق.
إذا الخطوة كانت غير موفقة من قبل البنك المركزي العراقي، يعني تلاحقناها الضايع من قبل اتصال الفيدرالي الأمريكي ومن قبل تصريح السفيرة الأمريكية في العراق التي وإن تكلمت دخلت دور وسيط ما بين المركزي العراقي والفيدرالي الأمريكي، لكن على كل حال مشت الأمور ونتمنى ارتفاع في قيمة الدينار العراقي خلال الأيام القادمة بشكل أكبر من أجل عودة الحياة إلى الأسواق التجارية، بالإضافة إلى القضاء على الركود النقدي أو الركود السعري الذي تعرض له الدولار الأمريكي أو الأسواق التجارية بسبب ارتفاع قيمة الدولار. مبالغ كبيرة أستاذ نعم. جليل نعم. فهذه مبالغ أستاذ مهند، يعني خلينا نتحدث عن المصارحة بين السلطات المعنية والمواطن حول الأسباب اللي تؤدي للارتفاع مرة للانخفاض مرة، قبالتها خسائر مالية كبيرة جدا، شلون يوفر هذا فرصة نستطيع من خلالها أن نمنع على أقل تقدير هذه الشائعات اللي تأخذ دورها بالمضاربة؟ نعم، هناك مشكلة أساسية، أنه بعض الساسة والكتل السياسية وحتى الحكومة العراقية أنه لا تكون صريحة مع المجتمع العراقي، ما هي الأزمات التي تعاني منها، ما هي العقبات، كيف نستطيع أن نقوم بالمشاريع، وكيف يستطيع العراق أن يتقدم، لأن كثير من الأمور إذا فتحت وكانت هناك فيها صراحة وشفافية وأعلنت للعلن سوف تمس أطراف ولهم نفوذ. إذا بعض التيارات لا تستطيع أن تتكلم وتقول أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي وراء هذه المشاكل، أو أن هذا الحزب أو تلك الكتلة أو هذا المكون هو الذي يعطل من العملية ومن تنمية العراق، أنه المصارحة سوف تدخل أطراف في صراع كبير وسوف تخلق مشاكل كما يتصورون. وأنا أتصور العكس، إذا كانت هناك مصارحة وكانت هناك كشف للأوراق يستطيع أن يحد من عمليات الابتزاز التي تتعرض لها الحكومة العراقية أو القوى السياسية. إذن المسألة الأولى لابد أن يكون هناك وضوح من قبل الحكومة ومن قبل التيارات السياسية من هو المسؤول عن الأزمات بشكل أساس. الأمر الآخر أنه كثير من الأمور واضح فيها الجانب السياسي منذ سقوط النظام ومن بعد في يعني فترة، أنه كان هناك استقرار بسعر الصرف وكان السوق العراقي مستقر وكل الأوضاع الاقتصادية كانت تسير بشكل سلس وطبيعي، ولكن بدأت من بعد حكومة عادل عبد المهدي أنه تكون هناك اضطرابات ما بين الضغط بالمظاهرات وما بين الضغط الاقتصادي، وهذا جدا واضح أنه كان هناك افتعال لأزمة اقتصادية موجودة في العراق وكان هناك ضغط على الإرادة السياسية، وبدأت أيضا في أبان حكومة السيد السوداني كيف كان هناك أنه عقوبات من قبل الفيدرالي الأمريكي وكثير من القوانين كانت مؤجلة، فإلى الآن هي ورقة موجودة بيد الولايات المتحدة الأمريكية تحركها وتضغط على الإرادة السياسية وعلى الفاعل السياسي من خلال هذه الورقة، وكان هذا واضح جدا أنه لابد أن يكون هناك مصارحة ولابد أن يكون هناك برنامج للاستقلال الاقتصادي ولو بشكل جزئي، ولكن لا يبقى على هذا الحال حتى لا تكون هذه ورقة ضاغطة يبتزون الحكومة العراقية من جانب ومن جانب ثاني يخلقون مشاكل داخل المجتمع العراقي من أجل جعل هو بين المجتمع وبين الحكومة العراقية، هذا لابد أن يعالج بشكل أساسي. الأستاذ مهند جواد عضو مركز الهدف للتحليل السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك، والأستاذ جليل اللامي الخبير المالي والاقتصادي شكرا جزيلا لك أستاذ جليل، ضيوفا أكارم في الأستوديو، وشكر موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.